وكالة أنباء القرن الأفريقي وأيضاً اتحاد السلام العالمي ومبادرة السلام للأمم المتحدة. مشاهدينا الأكارم، السلام عليكم وأهلاً ومرحباً بكم في قناة القرن الأفريقي. أحييكم هذه المرة من العاصمة النمساوية فيينا، من داخل مبنى الأمم المتحدة، اليوم الثالث من شهر مايو 2023، حيث تم الاحتفال بمناسبة يوم حرية الصحافة، واللي هو العام 30 مما صدر مرسوم من الأمم المتحدة حول حرية الصحافة وصيانتها. والعالم طبعا تبنى هذه الفكرة، ومنذ 30 عاما تقام سنويا في الثالث من مايو يوم حرية الصحافة في العالم. نحن طبعا نشارك اليوم قناة القرن الأفريقي في مناسبة تم تنظيمها من قبل اتحاد صحفي الأمم المتحدة، وهذا الاتحاد طبعا تأسس في دورته الأولى قبل 40 عاما، ونحن كنا ضمن الأعضاء المؤسسين. وكانت أنباء القرن الأفريقي طبعا كانت تشكل يعني عضو في هذا التنظيم. اليوم بعد مرور يعني 30 عاما على نداء الأمم المتحدة حول حرية الصحافة، تم إحياء هذه المناسبة، ومن قام بتنظيم هذه المناسبة اليوم اتحاد صحفي الأمم المتحدة، وكنا طبعا نحن قبل في تأسيسه في دورته الأولى من المؤسسين لهذا الاتحاد. والوكالة أيضا تأسست عام 1989 هنا في فيينا وفي ألمانيا أيضا، وهي من الوكالات المعتمدة أيضا لدى منظمات الأمم المتحدة. اليوم ما يهمنا في هذه المناسبة طبعا أن اغتنمنا هذه الفرصة للفت انتباه من شارك في هذا المؤتمر من دول مختلفة أيضا ولغات مختلفة أيضا، ستشاهدوهم في هذا البرنامج اليوم، لتوجيه نداء لما يحدث في السودان، الاقتتال يعني بين الأشقاء في السودان. وده طبعا مناسبة كبيرة جدا شاركوا فيها معظم السياسيين والعاملين أيضا في منظمات الأمم المتحدة هنا. وأفتتح هذه المناسبة أيضا الدكتور مارتن سافينسكي، اللي هو طبعا يعني مسؤول عن قسم الإعلام لدى منظمة الأمم المتحدة، هو كان المتحدث الرسمي لسكرتير العام للأمم المتحدة بان كي مون سابقا أيضا كما سمعنا في روايته. وأيضا هنالك يعني عدد كبير جدا من الفلبين، من أفريقيا، أيضا حتى الإثيوبيين شاركوا في هذه المناسبة. وطلبنا من كل الذين شاركوا ليطلقوا نداء، ونحن يعني ما يهمنا وأتينا من أجله للاشتراك في هذه المناسبة هو تسليط الضوء على ما يحدث الآن في السودان. وطلبنا من الجميع لمناشدة الشعب السوداني الأشقاء طبعا ليجنحوا للسلام، هذا طبعا الهدف من هذه المناسبة. إنما ما دار في هذه المناسبة طبعا هو طبعا يعبر عن مشاعر وشعور الآخرين. طبعا حرية الصحافة يعني هي طبعا في بعض الدول أو معظم الدول في العالم مثبتة في دساتير تلك الدول، وهنالك أيضا من لا يريد هذا حرية الصحافة. حرية الصحافة في مناطق كثيرة في العالم الثالث تقمع، ولذلك هذا يعني نحن مشاركتنا كوكالة، أقدم وكالة تأسست في عام 1989، وكان لنا طبعا الفرصة للقاء بعدد كبير من الذين شاركوا في هذه المناسبة. ومن خلال ما نستعرضه اليوم في هذه الحلقة تشاهدون اللغات المختلفة والتنوع الذي شارك في هذه المناسبة، أيضا إلى جانب ذلك طبعا الفنون الشعبية من الفلبين، من أفريقيا أيضا. ده يعني مجمل ما دار اليوم. لكن مبادرة سلام القرن الأفريقي، منظمة السلام العالمية الذي رأسها زميل بيتر حيدر، منظمة وكالة أنباء القرن الأفريقي للأنباء، هذه طبعا مؤسسات عريقة جدا، وهي داعمة لكل المبادرات التي تقوم. ونحن طبعا أيضا عقدنا مؤتمر السلام في داخل هذا المبنى في عام 2019. المشاهدون الكرام، مشاهدي قناة وكالة أنباء القرن الأفريقي، نرحب بكم ونحييكم. وطبعا أمس كانت هو اليوم العالمي للاحتفال
بحرية الصحافة، وهنالك محاور أخرى سنتناولها في الحديث مع المناضل عبد القادر حمدان. فأرحب بي وبكم في هذا اللقاء الذي سيستمر زهاء الساعة في حديث نتناول فيه محاور عديدة. أهلا وسهلا المناضل عبد القادر حمدان، مساء مرحبا الخير. الأستاذ أبو بكر، أنا شاكر لك. أولا دعني أولا أبدأ حديثي بنقل الرسالة وصلتنا من المشاهدين لقناة القرن الأفريقي، يعني أنقل تحاياهم وشكرهم لك لنقلك أولا يعني قناة القرن الأفريقي من مرحلة إلى مرحلة أخرى. يعني دعوتك المتنوعة لكثير الأفكار الغير يعني متجانسة، فهذا طبعا ما كانوا يرجوه، فلذلك هم يعني شاكرين لك ومقدرين وتحاياهم يعني كثيرة جدا. وأنا بدور أيضا باسم مجلس الإدارة هنا يعني أشكرك لجهودك المقدرة ولعملك الدؤوب أيضا، لأن أنت طبعا يعني لك قضايا كثيرة وإعلام يعني متمكن. فلذلك وكالة أنباء القرن الأفريقي بحاجة إلى الجيل الجديد الذي يعني يستوعب أولا ويعمل من أجل يعني إصلاح الخلل وليس إضافة يعني الخلل. فلذلك هذا بذلك أبدأ. طبعا موضوع ذكرت أنت ونحن بدورنا نؤكد لكل مشاهدي قناة وكالة القرن الأفريقي أن أبواب هذه القناة مفتوحة للحوار مع الكل، والكل صحفيين، قانونيين، أدباء، كتاب، فنانين، كل من له إسهام في الشأن الإريتري العام، فنحن سنجري معه الحوارات واللقاءات المتواصلة من أجل إيصال رسائل معينة للمشاهد الأريتري والمشاهد في العالم العربي أو في العالم أجمع أو الشرق الأوسط. نحن دائما نسعى لإفساح كافة المساحات والتضييق المساحات والفجوات الموجودة بين في الآراء، حتى نصل إلى مستوى بتاعت إنه ننقل معلومة صحيحة، منقول معلومة يتلقفها المستمع والمشاهد مباشرة ويتفاعل معها. شكرا لك المناضل عبد القادر حمدان على نقل هذه الإشادات من مستمعي هذه مشاهدي هذه القناة. فلنبدأ بيوم الصحافة العالمي نعم أستاذ أبو كما بكر، يجاري. أنت يعني تفضل المناضل عبد القادر حمدان. نعم زميل أبو بكر، أنت تجمع بين مهنتين، طبعا أنت درست القانون وأيضا الإعلام، أنت الآن يعني تعمل في الضفتين، الضفة القانونية والضفة الإعلامية. فلذلك طبعا أنا حسب تجربتي المتواضعة الإعلامي لا يمكن أن يكون قانوني أو قاضي، فأنت بإمكانك يعني عشان درست القانون يعني مؤهل عشان تكون قاضي في المستقبل. أنا أفتكر نحن ما نقدمه في قناة القرن الأفريقي ليس نكاية أو كمان يعني للتشفي أو للانتقام من جهة معينة جدا، إنما مهنة الإعلامي. قبل الحديث، قبل ما ندخل في اليوم العالمي لحرية الصحافة، فنحن مهمتنا طبعا نقل يعني الخبر كما هو، طبعا إذا وحدث تنقله كما هو، والتعليق والحكم نتركه للمشاهد. هذا طبعا من ناحية. الناحية الثانية طبعا اليوم العالمي للصحافة، وطبعا كان بقرار من مجلس الأمن في عام 1993 أقروا في هذا اليوم بأنه هذا اليوم يخصص للاحتفاء بيوم الصحافة العالمية. طبعا استعهبوا طبعا قضايا من الحرب العالمية الأولى والثانية، دني يعني أكثر من ضحى في كل هذا يعني الحروب كان يعني الإعلامي أو الإعلاميين، طبعا دفعوا ثمن غالي في الجبهات. هو غير الإعلام لما يرافق مثلا الجيش، هو غير محارب، هو عشان ينقل الحقيقة وبالأحداث. فلذلك طبعا يعني في التوقيت هذا عام 93 عندما صدر هذا القرار يعني تزامن مع الاستفتاء في إريتريا، استقلال إريتريا. هنا طبعا نحن كمتابعين من الرعيل الأول يعني عندما صدر قرار حرية الصحافة أو حماية حرية الصحافة في العالم، المؤمل كان بعد استقلال إريتريا مباشرة أن نحن طبعا نكون في المقدمة، لأنه من أجل العدالة ومن أجل الحرية ومن أجل دحينا طبعا الشعب الإريتري هو أولى يقود هذه المسيرة، مسيرة الحفاظ
والدفاع عن حقوق الإنسان. ولكن اليوم قد يستغرب، أنا طبعا ما يعني أضيف أي كلمة، لكنني أؤشر بعد مرور 33 عاما من الاستغلال، أقرأ عليك خبر قرأته قبل نصف ساعة، وفقا لمؤشر حرية الصحافة العالمي لعام 2024، هذا صدر قبل دقائق فعلا. تتمتع إريتريا بأسوأ حرية الصحافة في العالم. إذن بعدين في طبعا أضاف عليها أنه نحن الآن يعني أصبحنا رقم واحد، سبقنا كوريا الشمالية، سبقنا أفغانستان، سبقنا كل، يعني نحن الآن يعني نستحق جائزة نوبل في محاربة الإعلام يعني. فهذا شيء مهبط للمعنويات زميل أبو بكر. أنا كنت أتمنى أن بلدي تصطف، لأنه نحن أكثر الشعوب دفعنا ثمنا من أجل الحرية، فلذلك كان أمنيتنا وأمنية الشعب الإريتري أيضا أنه يحتل المرتبة الأولى في الدفاع عن حرية الإعلام والدفاع عن الصحافة. هذا طبعا من ناحية. الناحية الأخرى طبعا نحن كوكالة تأسست عام 1989 و معتمدة لدى منظمات الأمم المتحدة، فأقدم وكالة طبعا أفريقية، لأنه يعني بكل هذه يمكن الظروف اللي واجهتنا والصعوبات في المهجر، لكن يعني احتفظنا بمقرنا. فلذلك الأمم المتحدة لها نظرة طبعا، حتى هناك اتحاد صحفي الأمم المتحدة، ونحن أيضا من المؤسسين يعني كأعضاء، وتم انتخاب زميلنا عبد الله شريف كمدير مكتب وكالة أنباء في الأمم المتحدة للمرة الثالثة الآن كرئيس الاتحاد الصحفي، لأنه هو يعني عطاؤه والناس عرفته من خلال نشاطه في وكالة أنباء القرن الأفريقي، وله حضور أيضا، هو موجود ساكن في فيينا ويوميا طبعا يشترك في المؤتمرات. فلذلك طلب من الوكالة أنه يعني، أو من المبادرة كان من اتحاد صحفي الأمم المتحدة، يعني أعطيت الأولوية عشان ينظموا احتفال داخل مبنى الأمم المتحدة بهذه المناسبة، مناسبة يوم الصحافة العالمية. فالعطاء طبعا يعني مع كل الوكالات العالمية أعطونا نحن الأحقية في قناة القرن الأفريقي لنقوم بتغطية الحدث. والأمم المتحدة نقلت من وكالة أنباء القرن الأفريقي تغطيتنا، طبعا يعني موجودة في، أنا حاجيب مقطع منها طبعا في المدخل عشان نشوف. إذا أنت يعني الإريتري، أنا ما عايز يعني أقول نحن فعلنا وفعلنا، إنما هذا جهود تعاون بين الصحفيين والكتاب الأفارقة، أو مثلا من دول القرن الأفريقي، السودانيين، الإثيوبيين، الجيبوتيين، أيضا الصوماليين، كلنا يعني أصبحنا فريق واحد رغم التنافر والخلافات الموجودة بين الدول، إنما الإعلاميين صمدوا في الدفاع عن منطقة القرن الأفريقي دون تحيز على طرف من أطراف الصراع. هذا طبعا يعني بالنسبة للصحافة، أنت طبعا عندك عدة أسئلة. أنا يعني من الناس الذين يعني الناس بتخلط الآن بين أبو بكر، عندما أنت يعني بعد الدراسة التحقت إلى بلدك كان عندك طبعا المبدأ اللي من أجله حتى إلى بلدك من أجل المساهمة في بناء إريتريا، أن أنت طبعا ككادر كبرت في جو يعني اتحادات الطلاب وانت طالب طبعا، يعني كنت تدافع عن القضيه بالطريقه اللي انت تؤمن بها. اذا انت يعني الان ما عندك هدف الا مثلا دفاع عن وطنك وبناء وطنك. برضو نحن لما عدنا، وانا اليوم لاول مره اكشف في هذا البرنامج في عام 2000، انا طبعا عملي كان يعني كاعلامي، كنت اشتغل كصحفي متفرغ مع وكالات الأنباء وأكتب تقارير. طبعا في الثمانينات كانت الصحافة هي مكتوب، يعني الصحافة المطبوعة تكتب المقالات بالآلة بالكمبيوتر حتى ترسله ويطبع هناك طبعا في الجرائد إلى ذلك. طبعا بعد ما قامت من عام 9 و 1997 نشر خبر على اساس انه الوياني او قوات، انا عايز اصحح هذه المعلومه اخ عبد الله، وانت طبعا قد تختلف معي في هذا الراي. اولا من اعتدى على اريتريا ومن غزا يعني حدود اريتريا في الحرب اللعينه اللي دارت، سموها بالحرب الحدوديه من تم 98 الى عام 2000، ضحوا من أجل عن الدفاع عن الوطن عشرات الآلاف من الإريتريين، قيل 19 ألف وما إلى ذلك.
اللي غزت إريتريا هي دولة إثيوبيا، لأنه أنت تعرف أنه الويانة طبعا كانوا في المقدمة، وعملوا طبعا أوجدوا كده حيلة وأصبحوا يعني يديروا ما يسمى بالأهودج، اللي كان جمع مجموعة من الأحزاب الأورومو والصوماليين كلهم، ودعوهم في المقدمة أيضا في البرلمانات وفي الوزارات وكل حاجة. والأقاليم ده طبعا أعطوهم اطمئنان، غيروا في الدستور المادة 39 فيها، أعطوهم حق الانفصال في حالة عدم موافقتهم. ده طبعا كلها اللي إذا أنا العالم كان يتحدث عن غزو إثيوبي لإريتريا وليس غزو الويانا، لأن الويانا ما دولة عشان تقول أنا غزتني ويانا. دي طبعا معلومة لازم تصحح فيها. وأنا طبعا ما عندي أي مشكلة مع قومية معينة من القوميات، إنما كل الأخطاء من أيام عهد هايلي سلاسي، الأنظمة الإثيوبية هايلي سلاسي والدرجة كلهم يعني مشاركين في الأضرار اللي لحقت بالشعب الإريتري لا ينفرد بها البوياني. هذه من ناحية. الناحية الثانية طبعا أنا لما عدت يعني أساسا قبل التحاقي بالنظام أو بالسلك الدبلوماسي، الصدف جمعتني مع الشهيد علي سيد عبد الله في معرض هانوفر لعام 2000. وعلي داخل جاينا من معركة عصب، مقبر ذات يعني، في لابس بدلة لكن تعبان كده مرهق. فقال بس عشان نلحق المؤتمر ده ولأول مرة، والمؤتمر ده نحن رتبناه في سبيل أن إريتريا لأول مرة عشان يعني معنويات الشعب ترتفع، في ألماني زميلنا كريستيان هوفمان اسمه يعني نظم هذا، وذهب إلى أسمرة بمبادرة مني أنا، وأقنع الوزير وأيضا الحكومة هناك عشان يشاركوا في المعرض لأول مرة بعد الحرب يطلعوا في هانوفر. علي قال لازم حمدان عايز يقابل، أنا مواطن الآن أعمل في الإغاثة، أعمل في الصحافة، أعمل في كل حاجة بعيدة يعني، كمواطن إريتري أشارك في كل يعني الحملات اللي قامت ضد الغزو الإثيوبي شاركنا فيه. علي طلب مني طلب، قال لي أنا أشاهد نشاطك في الإم بي سي وفي قنوات عربية وكل حاجة، وأنت بدل ما تقدم الدعم للأفارقة ولا مش عارف شعبك بحوجة إلى خبرتك هذا، فحس أنسى الماضي وأنسى الخلافات، ونحن ندعوك على أساس دعوة صريحة جدا على الأقل تدعم شعبك في فترة الحرجة، أن إثيوبيا طردت حوالي 70,000 80,000، وأنا قبلت هذه الدعوة. مع أنه عندك أنت كمتابع لصحيفة سوث إريتريا ما كنت أكتبه، كان طبعا الواحد ما يتجرأ أني يعني بعد كل ما كنت أكتبه ملاحظاتي واعتراضي على وحدة الجبهتين الشعبيتين كل ذلك، لكن الناس وجدوه مغامرة، لكن أنا مشيت عنه لأنه قلت إذا لم أذهب الآن يعني متى سأذهب؟ البلد في حاجة، لأنه الغزو هو اللي خلانا. إذا هذا لماذا أنا أذكر كل هذه المقدمة؟ هناك طبعا في تسويف. أنت الآن إذا عندك أي مشكلة، ألو، إذا عندك أي مشكلة مع الحكومة أو الحزب الحاكم لا تعمم القضية. طبعا هناك في عشرات الآلاف شاركوا في النضال، وهذول ما عندهم ذنب. هناك مجموعة متصدرة الحكم في إريتريا اللي تدعى البرامج وتعادي من تعادي وتصادق من تصادق، هذا طبعا يعني شأن يعود فقط للمجموعة الحاكمة جدا. أنا طبعا قاعد أفصل بين القضيتين الآن، عندما أنت الآن تدع أبو بكر في مسافة الناس اللي أنت قد بان منهم الحكومة أو النخبة من أعضاء في الجبهة الشعبية والمؤسسين، هذا طبعا هم المسؤولين من وضع البرامج، مع من يتعاملوا، مع من يعادوا، مع من يدخلوا في الحرب، أو كل هذا. هذا إذا أنا، لكن الآن الحملة الموجودة يعني كل من ينتمي للجبهة أو كل من هو موجود في داخل إريتريا تشيطنه وتقول هؤلاء التبع أو مثلا يعني تابعين للنظام. هذا كله طبعا المعلومة دي أنت كإعلامي وعشت أكثر مني في داخل إريتريا، هذا طبعا غير مسموح به، إنه هذا طبعا تسويف، لأن المناضلين أكثر من تأذوا 30 عاما، تركوا أسرهم وما يعرفوا المدنية، هذا عاش في الجبال وفي الميدان كلها من أجل تحرير إريتريا. بعد عودتهم لم يجدوا ما كانوا يسعوا يعني من أجل دحوا من أجل، ما عندك سكن، ما عندك بيت، ما عندك مرتب، ما تقدر يعني تؤسس أسرة، لا زالوا مثلا أسرة كمجندين بالقوة يعني. فلذلك هذا المدخل بالنسبة لسؤالك عشان ما أطيل، لأنه عندنا الوقت شوية حيزنمنا. تفضل أخ أبو بكر، أنا طبعا المقدمة دي عملتها عشان الناس تفهم توجهنا. هو طبعا من المعروف انه اي انسان يكون خارج البلد وله يعود الى بلده بناء على قناعاته
ساعات معينة، ثم يخرج إذا كان لم يجد البيئة الصحيحة التي يستطيع أن يمارس فيها عمله في داخل بلده. هذا وضع طبيعي في كل بلدان العالم الثالث، وكل البلدان العالم نشاهد انه الوضع، لكن الوضع في اريتريا طبعا هو وضع طارد، وضع غير جاذب للاستقرار، ناهيك من ان تمارس فيه عمل سياسي. ف بعد التحرير هنالك العشرات من القيادات القديمة، المناضلين القدامى، بناء على قرارات فردية شخصية وتفاهمات شخصية مع النظام، رجعوا إلى إريتريا. وهنالك العشرات منهم برضو خرجوا من إريتريا، ولا أحد شيطنهم، من استقر منهم في أوروبا وأستراليا وإلى آخره. وده مش موضوع مهم بالنسبة لنا، لأنه أنا في تقدير أنه ساحة معارضة النظام ليست محتكرة من أحد، وهذا فضاء الكل يملك فيه حق الكلمة وحق الرأي ويقول فيه ما يشاء. فنعود بالنسبة لسؤالنا المحوري، وهو الحديث دائما عن الدستور في إريتريا. ظل في 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 اختلاف الفترات الزمنية، مرة نسمع الدستور مات، الدستور سيتم تفعيله، تكونت هنالك لجنة لإعادة مسودة جديدة للدستور، والدستور لم يفعل، الدستور جمد. فمن 1997 وحتى الآن نحن في وضع غير دستوري. إريتريا تحكم بحكومة انتقالية، حكومة مؤقتة لمدة 33 سنة، وهنالك حديث عن الرئيس السياسي فورك، أنت بثيته في حلقة الماضية التي أجراها معك الصحفي يوسف قبل كريستوس عن الدستور. فنريد أن نعرج إلى هذه المحطة في عجالة. تفضل هو طبعا عبد الحمد. قضية الدستور، أفتكر أنا ذكرت في الحلقة باللغة التجرينية في الحوار اللي أجراه معي هو زميل يوسف قبري يسوس، مش قبري كريستوس، هو قبري يسوس. طبعا نحن الحديث حول الدستور، وطبعا هذا الإشكالية بدأت من هنا. أنا بسيت قبلها أيضا في حلقة أنه حوار كان يعني في عام 1997 مباشرة بعد اعتماد الدستور، سلم الوثيقة في احتفال يوم الاستقلال اللي هو عام 9 بمناسبة العيد السابع افتكر لتحرير إريتريا. فما قاله في ذلك الخطاب يبشر الشعب بالانتقال من الحكم بالثورية بالشرعية الثورية إلى الشرعية الدستورية، هو بنفسه، وقال هذا يعني مفتاح، وهذا يعني جزء من الوعد اللي قطعناه مع شعبنا، فننفذ وعدكم. ثاني طبعا انا جبت ما يناقض، انا ما ما, ما انا ما ناقضت ما يناقض هذا الكلام ايضا في الحلقه اللي انت قلتها. قال له بكل يعني بساطه، قال له تسالني اللوي اللين مش عارف هذا، تسالني هذا مساله، قال له يعني بالنسبه لنا نحن اكتسبنا تجارب وتجاربنا تؤهلنا. طب انت قضيه انت تجاربك دي بدون دستور حتى يعني حتوصلك وين؟ فانا قاعد انا ما يعني افتكر في كثير من الناس، وهذا حنأت فيه ايضا في بعض الحلقات، بيفتكروا ان انا رجل مهاجر وما عندي اي سلة بإريتريا. انا طبعا يعني حملت السلاح قبل السياسة في ورق، ومن انا التحقت 65 يعني اتلقى دورة في سوريا مع بقية رفاقي ناس الامين محمد سعيد الشهيد وغيرهم وكذا، وكان طالب في أدس أبابا. بعد عندما اجى عن طريق السودان ابتعث الى دورة الى السين، ولما أتى سنة عام ألف وأنا أذكرها تمام 1967 نحن من استقبلناه رمضان محمد نور هو وأحمد سكرتير في بليغات، يعني أول ناس استقبلناهم هو كان يعني لأنه ماشي منطقة الخامسة، فودعناه عشان يمشي كموفد سياسي من هناك. إذا أنت بعدين هو ذاته شارك في القيادة العامة اللي أنا كنت فيها. إذا أنت أنا واحد يبالغ ويقول يعرف السياسة فرغة أكثر منه، وعشت معاه في الميدان في بداية الحرب الأهلية، وكنا يعني لما نلتحق بقوات التحرير الشعبية برضه يعني نعرف بعض. ولذلك أنا ما يعني قاعد أهاجم هذا الشخص، أنا قاعد يعني أنا قاعد أنتقد السلوكيات، أقول هذا ليس يعني لما أقول هذه حكومة قاعدة تحكم بغير دستور. فلذلك كل قرارات أنا كمواطن، الآخرين طبعا كل شخص يتحدث،
كل قراراته واتفاقاته، وهذا الأعراف المتعارف عليها في العالم، حكومة بلا دستور يعني توقع 20 30 40 يعني اتفاقية هذا تلقى. وهذا ما حدث أيضا بعد استغلال الإريتري، كانت هناك اتفاقيات أبرمتها الحكومة الإيطالية مع نظام هيلي سلاسي وغيرهم، بعدها طبعا صدرت، حتى أنت شايف يعني ما وقع منهم أحد، لأنه قلنا لا نعترف، ما في نظام يعني يعترف بدولة يعني حسد الجبهة الشعبية طبعا بحكم أنها تملك القوة تملك المال تعمل كل ما تشاء. لكن أنا قاعد حتى في كثير من حواراتي مع الألمان وغيرهم قاعد أقول اتفاقيات إريتريا هذه لا تعني الشعب الإريتري، مرهونة بوجود هذا النظام. وانت شفت التغييرات اللي حصلت في افريقيا، الفرنسيين طلب منهم خلال 24 ساعة 48 ساعة يغادروا البلد. فهذا طبعا انا قاعد اقول حتى نحن لا ندخل في متاهات مع العالم، لذلك من الاولى يعني انه نحن، وهذه الفترة بعد 97 اوتوماتيكيا كان المفروض يعني البرلمان يواسن، وفترة الرئيس يعني كانت محددة ايضا في الدستور، محددة ايضا يؤدي دوره، وكان اليوم حيعيش يعني في البلد مكرم ومعزز، هذه سنة الحياة. لكن أنت تقول أنا حررت البلد ومن حقي أن أنا أحكم البلد لما لا نهاية. حس طبعا أنت أشرت في موضوع، أو أنا يعني في وسائل الإعلام الآن كثير من الأخبار يعني مسربة بيقولوا أن الجبهة الشعبية ستعقد مؤتمرها، لأنه كان 94 آخر الآن حيعقد مؤتمر، وفي هذا المؤتمر أيضا ستناقش قضية الدستور، قضية الإصلاح، قضية تغيير الناس اللي خلاص يعني أدوا واجبهم بكل حاجة بيجيب، ما الناس اللي أنت أحس أبو بكر ممكن يعني أكثر مني تجيد البديل من هو. طبعا الجبهة الشعبية ما حتعمل على أساس تجيب ناس الجبهة ولا تجيب ناس الناس اللي قاعدين رافعين في، هو عندهم الآن مخزون من الشباب تربوا في مدرسة الكادر وفي الساوة وما إلى ذلك، هذول الناس ما يعرفوا ما يدور في العالم لأنه ما عندهم إمكانيات، ما يتابع. الآن استبدال مثلا يعني شخص كان سفير، تجيب شاب مثلا من الخريجين من الجامعات في أسمر وكل حاجة تحط، ماذا تتوقع من هذا؟ هذا حيكون أصعب، أنه هو مشبع بنفس الثقافة. والتغيير بمواصفات بتاع الجبهة الشعبية الآن، أنا قلتها في التجرينيا وأكررها الآن باللغة العربية، غير مقبول، لأن هم أساسا 33 سنة حكموا البلد بلا دستور. الآن ما عندنا استعداد عشان نقحم الجيل الجديد، أنه 30 سنة ينتظر لتجارب جديدة جدا عشان شباب ومش عارف مثقفين وتتعلم كل القضية، قضية أنه الآن العودة إذا نحن الخلل هذا ما يعني ممكن إصلاحه إلا أولا للدعوة للانتخابات، والانتخابات هذا الآن لأول مرة نعود يعني من جديد. التجربة اللي أخذناها من برلمان إريتريا اللي ينتخب 99% يقولوا 75% أعضاء في الجبهة الشعبية، والآخرين أيضا هم الجبهة الشعبية، المدنيين اللي جابوهم من الأقاليم كلهم أساسا برضو فروع من الجبهة الشعبية شقالين، والآن أجوا من الخارج هم كلهم من محبر حكومات بتاعهم دول مش عارف كل شباب. إذا أنت ما ممكن الآن تعيد نفس الكرة بأساليب وبشعارات وتفتكر انه البلد هذا حكر لتنظيم واحد، انما الدستور نص على تعدديه حزبيه. هؤلاء الناس الان طبعا لما يكون في انتخابات وفي انت يعني انا ممكن يعني شخص انتخبك انت موجود في الخارج عندك تجربه وعندك تاريخ، اقول ابو بكر يكون ممثل لينا نحن ككوميونتي مثلا موجودين ايا كان. اذا التنوع هذا في الانتخابات هذا حيظهر، لأن يعني بعد الناس اللي كلهم الموجودين في الخارج بكل يعني تجاربهم وأخطائهم وكل حاجة، طبعا أنت ما تقدر الآن ترفض إريتريا حتكون متعددة. بعدين العدل والمساواة اللي نحن قاعدين نتكلم فيها، أنا اسمح لي أكون أبو بكر أنت تجيد يعني تعرف القضايا هذه لأنه عشت في وسط أنا أفتكر هذه الألعوبة الآن ما تتكرر، أنا قلت لكثيرين من، واليوم أيضا باللغة التجرينية حيكون عندي برنامج، أنا أفتكر حسة دي أنا ألخص لك ببساطة، أنت قلت إريتريا أصبحت دولة طاردة، لكن أنا أتابع الآن مش أنت، أنت قد يكون يقول أبو بكر متحسس عنده مشكلة لكن حس شوف أنا 14 برنامج يعني من يزور إريتريا، أترك الإريتريين سعوديين إماراتيين من روسيا مصري برضو يعني شاب ولد مصري يوتيوبر عنده حوالي أكثر من مليون متابع
بعدين واحد هندي، كل هؤلاء يجمعوا في حاجة واحدة، يقولوا هذا البلد يعني غريبة جدا، غريبة الأطوار، ما شفنا في العالم بلد ما عنده إنترنت، ما عنده مياه، وشعبها متوتر وخائف، وفنادقها كلها يعني لازم يعني تغتسل بالجردل. والمصري قالها بكل صراحة، قال هذول يعني يعيشوا في زمن القرن الثامن عشر. أنت كمواطن إريتري الآن مدعو يؤلمك هذا، لو قالوا إريتري تقول هذا ممكن معارض أو مثلا وياني أو ما إلى ذلك، ممكن تجيب، لكن هذول ما عندهم علاقة، والروسي هو أقرب الآن إلى النظام الموجود. إذن نحن لابد أن نعترف بالحقيقة أنه نحن الآن فشلنا في إدارة التنوع، فشلنا في إدارة الاقتصاد، فشلنا كل ذلك، أصبحوا يفتكروا هذا ملك لنا، يعني هم يتعاملون مع الدولة وكأنها مؤسسة تجارية، شير بارتنر، يعني أنت إذا يعني وافقت في كل شيء تكون شريك بي 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 هذا طبعا الآن يعني كثيرين من الناس تأذوا بعدهم، طبعا يعني هاجمني هجوم كثير جدا لما قلت أنا ما أقبل، ومش أنا اللي أقول، أنا ما عندي قوة، أنا كإعلامي أقول رأيي ما أتهجم على أحد، لكن من يحلم سواء كان المعارضين أو من هم في النظام يعيدوا الكرة بأسلوب جديد ويستخدموا الناس وكأنهم سلع تجارية جدا، يجيبوا اللي يريدوه، لا أبدا، هذه البلد نحن فيها سواسية. وأنا أقول هذا الكلام بمرارة لأنه أنا أحد الذين شاركوا في أصعب المعارك، ودفنت أنا كمسؤول عن الجهاز الطبي في الوحدة الثلاثية في المنطقة الثالثة، الناس اللي دفناهم أساس الشباب مثلنا، تركناه ونحن ندمع من أجل اليوم اللي عشان استغلال إريتريا. الآن أنا ما يدعوني، مش يعني أنت تعرف قناة القرن الأفريقي ليست تجارية، أنا قاعد أوصل رسالة ودافع عن الناس اللي تركوا يعني اللي استشهدوا من أجل حلم كان يحلموا به، من أجل تحقيق حلمهم نحن لابد أن ننادل. وكلمة المعارض هي كثيرة جدا، كثيرين من الناس يقولوا تقاومي، أنا ما أنا قاعد أذكر تجربتي وأذكر الحقيقة، وأقول هذه الحكومة، اسمح لي أن أكرر الكلام هذا، هذه الحكومة فشلت بكل المقاييس. تفضل. هو منادر عبد القادر حمدان، من خلال المتابعة لنا في كل الحوارات التي يجريها الرئيس السياسي أفورقي في عيد الاستقلال، بنلاحظ أنه كلمة أنه فشلنا تتكرر باستمرار، فشلنا في كل البرامج، فشلنا فشلنا فشلنا، ولمدة 33 سنة إريتريا اليوم أصبحت خالية من شعبها، خالية من التنمية، خالية من الاستثمارات، خالية من الحريات. وطبعا الدستور هو وثيقة، الدستور هو وثيقة تخص الشعب الإريتري، لأنه التداول السلمي للسلطة، تقاسم الثروة والسلطة، تنظيم الحياة اليومية، حفظ حقوق الشعب، الإجراء الانتخابات، الممارسات الصحيحة، أن تكون هنالك محكمة دستورية عليا، أن تكون هنالك وزارة عدل، أن يكون هنالك نائب عام، أن يكون هنالك تحييد الجيش من التدخل في الحياة اليومية والأجهزة الأمنية، وأن يؤدوا دورهم في حماية المواطن وأمن البلد. ولكن ما هو جاري الآن، لأنه غياب الدستور يعني إطلاق يد هذه الأجهزة لتفعل كما تشاء، و لأنه الدستور في حد ذاته يحد من سلطة الفرد، فبالتالي من الطبيعي أن يتم تعليقه، من الطبيعي أن ما يعترف به، ومن الطبيعي أن يقال عنه مات، دفن، قبر، تتكون له، ومن الطبيعي جدا جدا أنه تفشل إريتريا 33 سنة في أنه تغيب عنها الحريات وتكون في قائمة الدول التي في قائمة الدول في سواء كان في حقوق الإنسان أو حرية الصحافة أو لا في التنمية أو إلى كل الأشياء اللي نحن نعرفها. ولذلك المنادل عبد القادر حمدان إنه نحن في مرحلة مفصلية، إنه الجبهة الشعبية لتحرير إريتريا لمدة أيضا 30 سنة ولا 29 سنة ما عقدت مؤتمرات، تنظيم متهالك، معظم قياداته أما في السجون أما منفيين خارج إريتريا أو في القبور، وما هم موجودين في أرض الواقع نحن نعلم كيف يعيشون وما هي الآراء التي وما هي المهام التي يعملون فيها. ما عندهم أي عمل سياسي سوى أنه يوزع المواد التموينية وكذا، دي الجبهة الشعبية. بالمقابل خلال المسيرة بتاع 33 سنة مفترض هنالك يحصل تطور
في حياة المواطن الإريتري، في حياة الحياة المدنية، في حياة الأحزاب السياسية، في حياة الصحافة، ولكن ده كله تم إجهاضه لعدم وجود الدستور. ودي نقطة مهمة. نحن الآن هنالك معلومة أنا ممكن أنقلها لك، أنه إريتريا حتى الآن تحكم بالقوانين الانتقالية الإثيوبية، ومن يقول ذلك فليواجهنا. إريتريا اليوم حتى الآن تحكم بالقوانين الانتقالية الإثيوبية، حتى القوانين اللي تم سنها وموجودة وطبعت في كتب، ما لا يوجد مجلس وطني يصادق عليها، لا توجد أي جهة تشريعية تصادق على هذه القوانين ليتم تنفيذها وإنزالها على أرض الواقع. ماذا تقول في ذلك منادي عبد أستاذ العزيز؟ أبو بكر، أولا أنا مقدر يعني لمتابعتك وجهودك وكل حاجة، لكن في حاجة غائبة. نحن طبعا واكبنا العمل الثورة منذ ستينيات القرن الماضي، وابتلينا فيه يعني تعددية من أحد المناطق، حتى مثلا كل الأخطاء اللي ارتكبت من 61 إلى سنة 70 71 أدت يعني غادت الثوار، التناحر اللي كان موجود غادنا إلى حرب أهلية سنتين، من 72 إلى 74. الآن طبعا التراكمات اللي كنت تذكرها أيضا، أنا أخشى أن لا تقودنا أيضا، لأن الإريتريين مرات يسكتوا، لكن الانفجار لما يأتي طبعا كل يعني اليوم يعني كل مواطن إريتري ما مر بالتدريب العسكري. إذا ما يعني أنت دحين لما جيت في إريتريا طبعا شاركت في كثير، لكن المدنيين يعني ما يستوعبوا هذه القضية، الموجودين في برا ما يفتكروا يعني الفيستيفالات هذه وهي هو الندال. أنا مرات يعني فاتتنا حاجة واحدة، تذكرت نقطة مهمة جدا. الرئيس طبعا في كثير من مقابلات اللي بينشرها يقول الحقيقة ما يخفيها. أنا شاركت في أكثر من 2 سيمينار اللي هو مرور 20 سنة على استغلال إريتريا ما أنجزته طبعا الوزارات. فأنت لما كنت هناك مطبوعات كثيرة جدا في توزع في أكسبو هناك في القاعة الكبيرة هناك، وتقرأ المطبوعات قبل الدخول إلى القاعة وتشوف مثلا ما أنجز، عدد المدارس، عدد مش عارف عدد ديجا، وزارة التعليم، وزارة البنية التحتية، كانوا 3 وزارات قدموا ايوه استعرضوا. اتذكر ده كان 2011، ايوه انا كان 2011 30 عام. شاركت هناك، اتكلموا عن الانجازات، والوزير سمري كان موجود وزير التعليم الغى كلمه، والاخرين الوزير بتاع كلهم الغوا كلماتهم. من 20 عام. ايوه فانت تكون معناها تقول ما شاء الله. انت طبعا ما يعني ما فما بالك بعد لما اجت كلمه الرئيس عكس ما قالوا، نحن قال ما حققنا حتى 5% من طموحاتنا، هذا قال اللي ينشر كلام في الاعلام وعملنا ده كلام فارغ. يعني هنا لكن هو نسى أن المراقبين لهذا الخطاب يعني أول من يتحمل مسؤولية يعني عدم تحقيق المشاريع هو الرئيس. تحسس شايف المطاردات اللي عاملينها على عمر البشير، عمر البشير ما مشى يحارب وكلف الناس، والوزراء دول بحكم القانون ولا التسلسل الوظيفي هم يعني يعتبروا بتعليمات الرئيس، ما عندهم يعني كلمة. إذا أنا أفتكر هو الرجل أكثر شهادة قدمها والناس مستندة عليه، لأن المعارضة معارضة طبعا يعني سطحية، بيهاجموا السياس ويتجنوا عليه ويقولوا ده مش عارف كلام يعني شخصنة القضية، لكن ما يركزوا. هو أنا دحين الرئيس لما يقول كلمة نحن فشلنا، أنت تسأله يعني إذا أنت فعلا يعني عايز تعارض البلد ده أسباب الفشل، إذا فشلت تنحى. هذا موجود طبعا هنا ايضا. لكن يا القضيه ابعد من كده يا اخي ابو بكر، اسمح لي انه في العالم انت طبعا رجل متنور وعايش طبعا يعني منفتح تتابع ايضا وسائل الاعلام العالميه. هنا في اوروبا عندنا حكومه ائتلافيه، تحديدا في المانيا الحكومه الائتلافيه طبعا فيها طبعا بنسب اقل 3 حزب يتآلفوا يعني يعملوا ائتلاف ويقودوا، يعني يكونوا يرشح واحد مستشار والآخرين يكونوا وزراء. المعارضة أيضا يعني عشان هي معارضة يعني عندها برضو وزراء وعندها أقاليم هي تحكمها، شوف الله. ودول بالعرف السياسي بيطلق عليهم حكومة الذل.
اريتريا بالمناسبه حسنا احنا مركزين على عثمان صالح وعلى فلان وعلى علان وعلى مش عارف على سياسه. اريتريا تحكم بحكومه بدوله عميقه. الناس اللي يحكموا انا اقول لك اللي بكل يعني من خلال عملي 18 سنه في الدبلوماسيه، يعني الوزير ممكن يصدر قرار بيعينك انت يقول لك حتكون سفير في هنا وهناك، بعد 10 دقائق الدوله العميقه تقول ده كلام فارغ ما ترسل الخطاب ده. وده بالمناسبه وظيفته قد يكون سائق بتاع الوزير. يعني انت اذا الاريتريين ده ما مكتشفين القصه دي. احنا طبعا حسن اللي قاعدين يديروا الدوله واللي يديروا السفارات اساسا اللي قاعد شوفوا في السكرين هذا ما عنده اي قيمه او ما عنده اي سلطه. يعني سائق او يكون واحد طباخ بتاع شو اسمه يجيبوه حتى يعملوه مستشار او يعملوه قائم بالاعمال مش عارف، هذا ما يبقى حتى يكتب اسمه. لانهم عايزين ناس تطيع وناس ما تتدخل في الشؤون وتجني وتجمع التبرعات والحاجات دي الكلام هذا. إن الخطورة الموجودة حسة دي وأنا كثير من الناس حواراتي مع الحاج حنواصل فيها الآن، يعني تراكمات، يعني هذا التهميش من سنة 1956 أدى إلى الانفجار، لأن المهمشين الآن بطرق مختلفة جنجويد وما إلى ذلك ما عايزين يدخلوا، هادن النظام في سبيل انه يكون في يدهم السلاح، يكون عندهم المال، يكون عندهم حتى شوف الدعم السريع هذا وليد من النظام البشير. الان يعني من الصعب تقول ممكن امارات وما الى كله خزعبلات، لكن هذول الناس المصطفين في الدعم السريع دول يعني تم تهميشهم لاكثر من 50 سنه. الان ابنائهم تعلموا وحملوا السلاح واصبحوا كانوا جزء من الجيش. إذا ما هيحدث في إريتريا لو ما عدلنا الموضوع ده؟ الناس الساكتين حسن أنت أنا وأنت نعرف منهم بس وزير الفلاني وده في وزارة ده كلهم ما عندهم حل. الناس الساكتة والسامتة والقاعدة في بيوتها، وأنا أذكر لك على سبيل المثال يعني معسكر كانيو، عشرات الآلاف من المناضلين أنا قعدت مع عدد كبير بعرفهم أيام الثورة في المناطق. دول الناس لو انفجروا ما في بيت اريتري ما عنده اثنين كلاشينكوف وعنده اثنين مسدس في بيته. هذا للمعلومه. بعدهم طبعا بحكم انه حمايه الشوارع وكذا سلحتهم الحكومه، اذا اضافت ميليشيات منتشره في اقصى، انا مشيت حد على القدر وكل بونيو معسكرات اللاجئين وكل حاجه، مشيت في الدفاع يا زلم بس قصص الاثيوبي ما كان انسحبوا من أرض. انا زرت كل الاراضي. لما تتكلم مع الضباط اللي انا بعرفهم من الجيل القديم تقول هذا البلد حتنفجر بكره. واي سؤال كان يقدم لو في تشوف لنا طريقه يعني نشوف نجيكم هناك عشان نتعالج دائما يطلع. اذا انا يعني لا من مصلحتك انت ولا انا ولا الشعب الاريتري ان ينفجر الوضع في اريتريا، نتدارك الامر. وانا اسلط الاضواء الان ابتداء في الحلقات القادمه على هذه الحكومه العميقه، ما عايز اسمي الاسماء، لكن هي طبعا يعني الان التغيير اللي حيحصل انه كشفت اوراقه. الأضرار اللي ظهرت في أمريكا والمخالفات والفساد اللي حصل هذا يحملوهم المسؤولية ويتخلصوا منهم بكل سهولة. حصل ده ناس وزير الخارجية السابق والتنسائي كلهم سجلوا، يعني يلفق عليك أي تهم هم جاهزين، يعني عندهم يعني كتالوج من التهم ممكن يعمل. لكن القادم والناس اللي ما نعرفهم واللي ما ظاهرين في الصورة دول أخطر. إذن أنا معرفتي وقربي من هذا النظام والطريقة اللي بيعمل بها لازم نحن الآن نجهز الشعب أنه هذول حيقودونا في مهلك. هذول الناس في سبيل الدفاع حسنا شوف يعني نظام البشير هذا الحركة الإسلامية أو الحزب المؤتمر الوطني ما يمشي بسهولة. هذا كنز الأموال وعنده ميليشيات وعنده قوة. الآن أنت لما تجي وبعدين 70% أنت تعرف السودان أكثر مني، 70% كانوا يعني موظفين عند الدولة. حسنا إحنا 90 أو 99% ما في إنسان عنده يعني مسلحة خاصة أو يعني تاجر خاص، كلهم تابعين للحكومة والمؤسسات كلها تابعة للحكومة. إذا أنت لما تجي تغير النظام هذا قاعد تحاربهم في أرزاق. هذه يا أخ أبو بكر إن إحنا في البرنامج اللي حنعمله في المستقبل حبذا لو شاركتنا مع يوسف إنه نعمل حلقة باللغة التجرينية عشان نوري المخاطر اللي قاعدة تواجه. آخرها كان أنا طبعا قبل ما أختم معك هذا اللقاء آخرها كان التحالفات الطائشة هذه. أنا دحين قرأت أكثر من 20 مقال باللغة الألمانية، يعني نظرة الأوروبيين لإريتريا كانت سطحية
ما كان مهتم، يقول لك بلد يعني في العالم النام حيعمل ايش؟ اضراره كده محدوده، لكن حاسه في الكونتكست في عمليه بحثهم لعمليه اللاجئين، الالمان اكتشفوا بصوره واضحه قاعدين يتكلموا لا نسمح اي تجسس باساليب مختلفه جدا من دوله يعني خارجيه على مواطنينا، مواطنينا معانا دحين مواطن الماني. يعني هم لما قالوا ده بذكاء، يعني يقول لك حاسه دي متهمين اريتريا بانه هي قاعده تتجسس على مواطنينهم. وجمعوا المعلومات كلها، من هذا الذي يفعل ذلك؟ هم كلهم ملتزمين واعداء في الجبهه الشعبيه. اذا ابشرك في النرويج، في السويد، والان في المانيا، كل البرلمانات اقرت على اساس ما تقام، كانت في محاولات عشان يقيموا يوم استقلال اريتريا، حتى كل هذا حيمنع. إذا يعني فكروا الألمان تجفيف منابع التمويل السري، تحويلات السرية، وبعدين عندهم أنا وأنت يعني قد نكون ما أعرف، لكن وسائل الأوروبيين عندهم وسائل الرصد، حتى كلامنا ده أنا وأنت قاعدين من ورا يشوفون أكثر من 90 30، عايزين يعرفوا قاعد تتكلم في إيش، وده من حقهم. ومن حقهم أيضا يطلب الأمن، مخول أنه يطلب الآن من منصة اليوتيوب يطلب الشريط بتاعه، عشان ايش؟ تحت طائلة حفظ الأمن القومي. لذلك الآن يعني إريتريا أدخلتنا في متاهات، وتحالفهم هذا المعلن مع روسيا وكلام الرئيس مع بوتين، هذا طبعا ما حيتعاملوا معهم بالسهولة. لكن هل المدرة ستقع في إسياس؟ إذا المستهدف يعني التضييق في الفيزا، التضييق في المواطنين، وأنت ذاتك كمواطن إريتريا حامل الجنسية حتكون تحت المجهر. لذلك نحن الآن عندنا حرية يعني محدودة جدا عشان نعبر عن رأينا. أنا أفتكر هذا الرجل يعني حيدمر مستقبل أولادنا، حتى مش أنت في إيريتي، حتى في الخارج معرضين كلنا لأسباب الأخطاء اللي ارتكبها هذا النظام والمشاكل وتحريض الناس. حسب مظاهرات يعني إريتريين المؤيدين للنظام، أو يفترض أنهم يقولوا نحن أعداء في الجبهة الشعبية، يطلعوا بزي عسكري. انت طفلك ابنائي لما يدوا الجنسيه ويحمل زي عسكري ويرفع شعار وعلم اريتريا، ما حيخلوك حتى في ماده اذا انت خالفت الدستور الالماني او ما يهدد امن المانيا يسحبوها منك الجنسيه. وبدوا ايضا في بريطانيا يسحبوا الجنسيات من العرب كثيرين جدا. فانا يعني الان يا ابو بكر على مجالين، انت الان انا ما اعتقد ان الاريتريين بهذه السرعه حيعودوا الى البلد أو عندهم طموح، لأن حتى التغيير اللي أتحدث عنه قد يكون أنتم كشباب تلحقوا به، لكن أنا أفتكر ما عايز برضو ورث أبنائي المشاكل هذه. أنا عندي طبعا الجيل الثالث، ابني بنته طبعا يعني تزوجت وجابت طفل أيضا، نحن الجيل الرابع، فلذلك نحن مسؤولين من حماية الجيل الجديد في المهجر، لأنه كل هذا لا يقدم ولا يأخر. وإريتريا هي طبعا يعني سواء عشت في ألمانيا وعشت في أمريكا هي وطنك، يعني هي موجودة في قلبك، فلذلك لا يعني لا يستطيع احد يعني انه ان يسحب او ينزع انتمائك لاريتريا، لانه في اجناس كثيره هاجرت لامريكا وهاجرت من لكن ما يسموه من اصول اريتريا، من اصول يابانيه، من اصول كل موجودين يعني في البلد. لكن في الحقوق يساووك، لانه الجواز اللي يعطوك له ما مكتوب فيه انت اجنبي، مواطن السيتيزن يكتب فيه انت الماني. وهذا طبعا نحن لازم يعني الان لحد ما ربنا يعيد الأمن والاستقرار في بلدنا، ما عايزين نشرد أولادنا مرة ثانية، وما عايزين يتعرضوا لأخطار لأنه لنزوات. وأنا أفتكر المهرجانات وضخموا يعني حجمها وكل حاجة، في يوم الواحد في ألمانيا في أكثر من 100 مهرجان هي كلها ربحية. ما شفت مهرجان يعني كونسيرت أو حاجة يرفع فيها علم، ما شفت يقولوا فيها عودنا حفاش، ان هذا كله يتناقض مع، لان هذا اللي عايز هو منادي عبد القادر الحمدان، هو المهرجانات والاستعراضات والحفلات الرقص دي كلها فرقعات هي يتعودوا هم اقامتها لالهاء الناس عن الحقائق التي يجب ان يسال عنها المواطن الموجود في دول اوروبيه يتمتع بسلطه القانون ويحميه القانون، ولكن هم طبعا بيعتمدوا على حفلات الرقص لإظهار أن الشعب معهم ويؤيدهم ويقف معهم، وده اعتقد عفى عنها الدهر. هنالك محاور أنت تطرقت لها ونحن إن شاء الله سنعود لها،
بالشرح والتفصيل، وحنستضيف آخرون لمناقشة الدولة العميقة، غياب الدستور، غياب الحريات والحقوق الأساسية. ولكن على عجالة، قبل ما نحاول نختم هذا اللقاء، منادي عبد القادر حمدان، ملاحظة: من 2018 حتى الآن مجلس الوزراء، الوزراء اللي هم اسميين الموجودين في وزاراتهم، اللي ما يتكلموا في الإعلام في خصوص الاستراتيجيات التي ينفذوها، عن الميزانيات بتاع وزارتهم، عن الخصوصيات التي تتعلق بالوزارة، ما حصل من 2018 حتى الآن. ما شفنا حتى اجتماع مجلس الوزراء اللي كان شكلي تم إلقاؤه. نتكلم في هذه النقطة منادي عبد القادر حمدان قبل الختام. هو طبعا شوف يعني هناك طبعا كان مشكله، يعني خلينا نقارن. طبعا كثيرين من الناس قالوا هاو يو كومبير، كيف قاعد تقارن بين اريتريا والسودان؟ لكن يفيدنا لافهام المتابع طبعا القضيه هذه. يعني الصراع اللي دار في الفتره الاخيره بين الراحل الدكتور حسن الترابي وعمر البشير، هم الترابي طالب بالمراجع، مراجعات، قال نحن ما ممكن نحتكر السلطه، نفتح الحريات ونشرك الآخرين، لأن هذا بلدنا كلنا متساويين فيها كل حاجة. عمر البشير والمجاميع اللي بعدين، أنا أكون معك أكثر صراحة، وطرحنا الموضوع ده مع الحاج بكل صراحة، هي يعني قبيلتين متحالفتين ممثلة في عمر البشير وعلي عثمان، دول أكبر القبائل طبعا يعني من الشمال، فرفضوا، طالبوا بالمركزية، قالوا القرار يكون في يد الرئيس. إذا لما تسألني لماذا لم يجتمع هذا مجلس الوزراء، هم طبعا يتحملوا أكبر المسؤولية عندما أقروا في اجتماع بيقولوها بيت المذكر ده في المتحف بتاع إريتريا، أول اجتماع عملوه ونسبوا فيه الرئيس، وهم اللي أعطوه كل هو قاعد وفق يعني ما دستور الجبهة الشعبية، هو قاعد يعمل به. الرئيس هو من يعين السفراء، الرئيس من يعين، هو من يغيل، هو يعني هو الوزير يعينك بكره، اذا زعلان بكره هو يعني انت السلاحيت، انت يعني خليت ايش طيب للجبهه الشعبيه وللقيادات الاخرى. اذا هذا الرجل قاعد يعمل يعني بالورقه، بعد ما انتهى وسلموه السلطه قال لهم خلاص توكلوا على الله، امشوا بيوتكم، حل البرلمان وحل كل حاجه. فلذلك نحن نذكر الشعب ان الرجل ده حسد طبعا، اذا في مسائل حزبيه وحيستند على هو يجيب الاوراق دي لما يكون يزنق فيها، يقول هذا توجيه تنظيمي واختياره للامين العام، ولحد دحين محتفظ بها الامين، كان الله يرحمه اسمه يعني الامين العام، لكن الامين العام الاكبر منه اللي يوجهه السياسه. اذا هذا واحد. الناحيه يا اخي الكريم، لماذا لم يجتمعوا؟ يعني انت حس دي عشت في اريتريا. اريتريا تحكم بقانون عسكري، السياسه ما لابس الجنرالات وكذا، لكن هو عسكري. لما يتصل بسكرتيره يقول له نادي الجنرال الفلاني، لما يدخل يعمل له التحيه وما يساله اسئله، يعطيه التعليمات ويمشي. هذول الوزراء هم عساكر، يعني تربوا في الجبهه الشعبيه انه يتلقوا التعليمات. الان ما في واحد منهم يتجرأ عشان يسال ليش ما في اجتماع، لانه عارف النهايه حيمشي السجن او كمان حيكون مشكله. ولذلك انا افتكر نعف الاخوان هذه من ناحيه. الناحيه الثانيه المعاناه، انا طبعا كثيرين منهم يعني مع احترامنا لهم ما يتكلموا كثير عن معاناتهم، لكن في عامل السن يعني الشاب فيهم حتى وصل الثمانين. يعني أنا سألت كثيرين من أصدقائي الله يرحمهم طبعا، يعني ما عايزين نسمى أسمائهم، الودع المهتري ده قال أنا في هذا السن وفي هذا التاريخ هل تقبل أن أكون أجيك هناك في بلدك أنت ألمانيا وأكون يعني في معسكر اللاجئين؟ قال أموت. شفتك، لأن في غيرة حتى لو كانت شكلية، أنت وزير وأنت مسؤول تاريخي ومش عارف كل حاجة. فلذلك أنا أفتكر هناك في دي واحدة. الثانية برضو عشان ما نظلم الآخرين أيضا، موقف المعارضة، أنا الآن شايف تحركات بتاع مجاميع دول البراجيت نعمدوا ما إلى ذلك. شوف حتى عشان نقارن، أنا لسه ما قاعد أدين أحد، عملوا هذا التنظيم وتنظيم عنيف طبعا، وهاجموا المخيمات، وفعلا يعني عملوا يعني
كان أذى كبير جدا على المنظمين للمهرجانات، إلى درجة حسا بجهودهم وقفوا. أنت دحين لما تؤطر الناس يا أبو بكر، أنا دحين أشجعك عشان تشتغل معاي وكل حاجة، وأنت عندك ظروف، عندك أبنائك وأنت في الهجرة وكل حاجة، لكن إذا ما ساعدتك ما تقدر تواصل. أنا ذكروني زملائي عبد القادر، قال أنت عارف الناس اللي بيتكلموا عن المعارض، أنا وأولادي بكرة لو جينا معناها حكون لاجئ. الجماعة دول في خلال 6 أشهر حصلت المواجهات في إسرائيل مثلا، كمثل أمس كنت أشوف تقرير حوالي 130 ألف دولار دفعوها للمحامين مقتنعين بالفكرة، حوالي 200 ألف دفعوها للناس اللي تأذوا اللي تأجروا لحد ما يعني يرجع لعمله يدفعوه مرتب شهري. في ألمانيا وفي أمريكا نفس الشيء. أنت وريني دحين أنت الناس المعارضة دي، نبدأ الشهيد عبد الله ادريس، لما اجى في حد سال من ده يعني اذا نتكلم عن الاحجام ده 10 مرات، يعني هو قائد فعلا قائد ميداني ورجل يعني من صغره ما يعني ما ذاق طعم الحياه. هذا لما اجى هنا جماعتنا اللي يقول لك نحن جبهه ونحن كل حاجه ما قادرين يدفعوا تذكره عشان نمشي من المانيا للسويد. اذا انت يعني الجبهه دي نحن لما نقول نلومهم وما عملوا حاجه وكل حاجه، لانه بالكلام وكتابه السطرين وكل حاجه والتعليق البائق ده ممكن يكونوا جبهجين، لكن نحن ما تعلمنا، لانه ايام الجبهه كل صغرنا الدعم يجي من الخارج، العراق تعطيك، سوريا تعطيك، الخليج بيعطوك، وينتظروا مرتبات شهريه، ما اجتهدوا، ما في يعني هذول الناس الان يعني انا لما شفت بصراحه احترمهم. في خلال 2 سنة المواقع الإلكترونية جمعت أكثر من 5 مليون دولار، وحس هذا طبعا يغطي مصاريف العضوية، سفريات الناس. أنت أنا أقول لك تعال يا أبو بكر سافر إندونيسيا، حتسافر كيف؟ إذا نحن في حسة دي لما قبل ما نفكر في المعارضة، يعني المعارضة ما تكون بالتمني، فهنا في خذلان. أنا لما شفت وأنا شاركت في حلقة تانية حاجيبة طبعا اتصل بالاخ صالح حيوتي وقال لنا عبد الله ادريس موجود، رغم الخلافات ورغم الاعتقالات وكل حاجه انا نس من ما صدقت الكلام ده. قال لازم تشوف له طبيب يا حمدان، وانت معيش في المانيا وعندك علاقات. في منتصف الليل حركت السياره بتاعي وهنا في ثلوج، ما كنت اعرف حاوصل ولا ما اوصل. في الصباح فوجئ الاخ عبد الله يعني دمع لما شاف، قلت له يا اخي بصرف الخلافات السياسيه اللي كانت بينا، انت قلت انا كرفيق وكزميل لازم اعمل حاجه. فطبعا احنا يعني عشان يمشي من المانيا الى هناك يعني ساهمنا بما نقدر عليه وكل حاجه، وانا تابعته لحد كان في لندن، كنت مهتم يعني بانه الرجل ده لازم. لكن انا الشيء اللي انا اعاتب فيه رفاقي في الميدان يعني هذا ومش عارف، شخص لما يدعف او مثلا خلاص قول يلجا، ما يعني ممكن انت تهتم باسرتك باقربائك وكل حاجه، لكن العمل الجماعي دي ما تربوا فيه. فلذلك انا افتكر ده برضه حلقه في القادمه جدا، نحن كل سبب خذلان المعارضه لان امكانياتها شحيحه، والدول اللي كانت تتعاون معاك وتمولك بالذات الخليجيه هي مرحله المصلحه اذا اقتضت يمشي مع الشعبيه حيمشي، واللي يجي بعد الشعبيه حيمشي، لانهم هم استثماراتهم وكيف يعني يكون يعني يدخل هذا البلد كفاتحين او مثلا عندهم حققوا مصالحهم الاقتصاديه. هو هذا ذلك، وانا شاكر لك. صوت يا الصوت يا الصوت يا ابو بكر، ان شاء الله في القريب العاجل حنفرد حلقات عن ما شاهدناه في داخل اريتريا، وحنستضيف من كانوا حاضرا ومتابعا للاستثمارات الخليجيه اللي كانت دخلت في اريتريا والعوائق التي واجهتها، وهل فعلا في استثمارات نجحت في انه تقدم شيء للشعب الاريتري، ام هي استثمارات سوريه في اطار العلاقات العامه بين النظام وبين تلك الدول الموجوده من حولنا، حتى تصل الى ايطاليا والى غيره. كل نحن شواهد على ما كان يجري، وحنستضيف ناس ان شاء الله، وسنعيد الحلقه معك اكثر من مره لتسليط الاضواء على هذه الاشياء. شكرا لك المناضل عبد القادر حمدان على هذه الاضاءات التي اتحفتنا بها، وهذا النقاش الهادئ
والرصين لإيصال رسائل إلى من يهمه الأمر في قضايا تهم الوطن جميعا وتهمنا كلنا، من أجل أن نرى إريتريا دولة تسع كل أبنائها، وطن مزدهر ووطن يتمتع فيه الإنسان الإريتري بالحريات والسلام والاستقرار والتنمية، إلى أن نصل إلى مرحلة الرفاهية. شكرا لك نادر عبد القادر حمدان. مرحبا. أنا قبل الختام أخي أبو بكر، أنا طبعا يعني تفضل. نسيت في المدخل، كان المفترض يعني كان المفروض يقول الكلام هذا. طبعا الناس، أنت استضفت يعني التنوع الموجود في الساحة الإريترية من الجبهة وإخواننا في الحركة الإسلامية السابقين طبعا، والآن طبعا عملوا تنزيمات، والتقارب الموجود بين ثلاثة من التنزيمات الآن. طبعا الناس حاسة دي، في بعض الناس يفتكروا ان هم يملكوا سكوك الغفران، يعني يجعلوك صديق او عدو. فده سميم يعني سياسه الحكومه المؤقته جدا، يعني ما ياتوا مباشره عشان يقولوا كده. يعني اذا قالوا قناه القرن اللي فيه ابو بكر هو خلاص شعبيه وقاعد يتلاعب كده بيصدق. لذلك احنا حاسه يعني دي كسرت الحاجز النفسي اللي كان موجود. يعني الواحد كلمني من امريكا صديق، يعني انا بعرفه جدا، وكان في السعوديه سابقا، ما عايز اذكر اسمه، لا زال يحمل جواز الاريتري لحد ما ربنا يسهل امره. قال فعلا يعني الحواجز النفسيه اللي كان كثيرين من الناس في امريكا يتحدثوا، قال في جلساتهم يا اخي، قال ده فتح كبير جدا، وصفوه بانه مسالحات بين الناس اللي كانوا طبعا متنافرين. وانا اكثر واحد كنا قلمي كان شويه زي ما يقولوا، يعني الله يغفر لنا كثير من الناس يعني متأذين منه. لكن الآن يعني دي سياسة الجبهة الشعبية. أنا الآن فكرت إن على أساس يعني، وأنا استفدت من تجربتك، إيش المانع؟ كلام قال له نقاش في حلقتك، قال أنا ما عندي مانع حتى لو تي بي إر بتاع الحكومة لو عشان أوصل رسالتي أتكلم فيها. ودي قمة النضوج، شفت كيف؟ لو نحن نعمل بما قاله الأخ نقاش، ما تحاول ما تصنف الناس. الآن في حملة طبعا يقول لك قناة الرسات تابعين للشعبية، ودول انحرفوا ودولك مش عارف ويانا وكل حاجة، كل هذه السياسة يعني مسربة. فنحن عشان نكسر الحواجز النفسية هذه لازم نتعامل. أنا بشرك الآن قريبا بعد الحلقة دي زميلنا يوسف حيستضيف جماعة بريغيت نحمده، وأنا سأجري مقابلة أيضا مع الرسالة. لأنه أنا لو عندما أجري فهمي، أنا كإعلامي عندما أجري مع الدوتشي فيلي مع أي قناة يعني شو اسمها، يعني لا أوافق في سياستهم التحريرية، ولا أنا يعني عندي علاقة بهم، أنا أوصل الرسالة، هم يسألون زي ما كما سألت وأجب. فلذلك نحن عشان نكسر القواعد والخوف اللي زرعوه بين الناس لازم نتعاون فيما بيننا. وهذا طبعا خطوة كثيرين من الناس اللي اتصلوا كتابة على الخاص يعني أسنوا بها، فلو تواصل في هذه الطريقة جدا، نحن بصرف النظر عن خلافاتنا، أنت ما ممكن تتفق مع كل الناس اللي دعيتهم، لكن تعطيه الفرصة وتواجهه أيضا بما يعني يتحسس منه الناس. فلذلك أنا غدا طبعا يعني يفتحوا كلام، يقول الراجل ده خلاص باع نفسه للوياني، أو يقول عادي للنظام عن طريق فلان وعلان. لكن هذا أفتكر يعني واحد قال أبو بكر نفخ في قناة القرن الأفريقي روح جديدة، أن فعلا هذه كانت ثورة بكل المقاييس. أنت لما تجيب ناس جبهة، أنا لو دعيتهم ما كان حيجوا، يعرفوا أنه أنت كنت في الجبهة الشعبية وكان عندك توجه وكل حاجة، كون أنه حتى لو في الماضي، لكن قبولهم للدعوة يوري أن احنا الآن عبرنا الحاجز النفسي اللي كان موجود. أنت قيمة كما ترى. فأفتكر يقولون أنا لقائي، أنا عشان الناس اللي يستمعوا بالعربي يفسروا كما يريدوا، لكن أنا عندي رسالة، والسائل هو حر في ماذا يسأل، ينتقدني يعني يقول، يعني طبعا عندهم تصورات عن الجبهة وعن القيادة العامة. فأنا مهمتي هو التوضيح، وظهوري في أي قناة هو نعم تفضل. هو طبعا ده حلم كل الاجيال، ان 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 تكون هنالك مساحه للراي والراي الاخر، ان يحتفظ كل واحد برايه، ان يقول رايه بشجاعه، ان يعبر، ان يصطف امام خيارات الشعب الاريتري. نحن حين نتناول الاحداث في اريتريا، مرتكزاتنا هي الأساسية، هي الوحدة الوطنية، دولة القانون، دولة العدالة والمساواة، دولة تسع كل أبنائها.
هذا هو المستقبل الذي يجب أن نعمل من أجله، لا لتصفية حسابات قديمة ولا لإثارة نعرات ولا للتقليل من شأن الناس ولا للتخندق في خندق واحد ويقول هذا حقي والآخرون برا. فنحن نريد أن نقول للآخرين أنه إريتريا وطن يسع كل أبنائه، ونعمل من أجل أن يكون هنالك كل الناس تقول رأيها، جبهة شعبية، قوات تحرير الشعبية، كل من كان له وجهة نظر في بلده فليأتي ونقرب المسافات عشان نجي في صف واحد ونرجع إلى إريتريا ونقيم هذا الاستديوهات إن شاء الله في بلدنا وفي أسمرة، وهذا وعد سنعمل من أجله أن نعود إلى بلدنا يوما ما. شكرا لك المناضل عبد القادر حمدان، ولنا لقاء ولقاء إن شاء الله، والتحية لكم مشاهدي قناة وكالة أنباء القرن الأفريقي، وحتى نلتقي استودعكم الله، والسلام عليكم. عليكم السلام، مرحبا يا أخي.